هكذا بدأ المشهد في الجلسة الافتتاحية لندوة الإجازة القضائية ومبرراتها ومدى تأثرها على حق التقاضي، تنديدا واستنكارا بما أسموه أخوانة القضاء وسيطرة أحد أحزاب حكومة الوفاق على وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء. القضاء فاسد. مركز إسناد دعا الجهات المختصة إلى إعادة النظر في هذه الإجازات التي تؤثر سلبا على أصحاب القضايا المستعجلة وغير الجسيمة. هناك كثير من المحابيس في السجن لا يستطيعون لا يتم البت بطلباتهم باعتبار أن إشكالية هذه الإجازة تمتد إلى شهرين، ومع الإجازة الرسمية تصل إلى 188 يوم. وزارة العدل أكدت أنها ستعمل جاهدة على تحقيق متطلبات وضروريات منتسبيها في عموم الوطن، موضحة أن الإجازة القضائية أتت وفقا للقانون والتشريعات. هل نؤجز المحاكم كلها أم أننا نعمل نصف المحاكم أو نصف القوة القضائية والكادر القضائي يشتغل والنصف الآخر يأخذ إجازة؟ كل هذه قابلة للبحث وقابلة للأخذ والعطاء وقابلة لأن نصل فيها إلى رؤى قد ربما يعني نحسن ونطور في الآليات والوسائل التي نمنح القاضي حقه من الراحة والإجازة وحتى يخلو مع نفسه وأهله. أعضاء في السلطة القضائية أفادوا أن القضاء اليمني يفتقر إلى كوادر مؤهلة وبحاجة إلى رفضه بعشرات الأضعاف من القضاء ليصل إلى 7000 قاض. الإجازة القضائية أتت إلينا بموجب قانون، وإذا كان القاضي يعمل بما يزيد على 13 ساعة يوميا أي 5 ساعات في العمل في المحكمة و8 ساعات في المنزل، فمعنى ذلك أنه في خلال 6 أشهر يكون قد عمل أكثر من عمل سنة كاملة. فإذا أردنا عدالة حقيقية يجب أن يتضاعف القضاء إلى 10 أضعاف القضاء العاملين وعددهم 750 قاضي بحيث يكونوا 7500 قاضي على الأقل. لا يزال المواطن يبحث عن العدالة وإنصافه من خصمه، فيما البعض أصابه الإحباط من أن يصل لحقه عن طريق القضاء، ما دفعه إلى ارتكاب حماقات وخيبة منها الاعتداء على الممتلكات العامة والإخلال بالأمن والاستقرار والاستخفاف بالدولة الغائبة عن ردع المعتدين. فارس الصليحي، اليمن اليوم، صنعاء.